الأمانة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ما الذي تفيده الآية الكريمة؟ أولا العرض معناه بسط الشيء من العارض للمعروض ليختار منه ما يحب. هذا معنى العرض. عرضت عليه كذا يختار اللي هو عايزه. طيب والأمانة ما معنى الأمانة؟ الأمانة في عرفنا هي الأمر يكون في ذمة أحد لا بتوثيق لا بكمبيالة ولا بشهود ولا يعني زي ما يجي واحد يقول الواحد خد الألف جنيه وعندك أن أنا خايف أفرتكم وأنا فيه قدامي طلبات ما عاوز ما أخدكم ولا كتب عليه وصل ولا فيه شهود عليه. يبقى إيه الشهود والوصل ذمته إن شاء أقر وإن شاء أنكر. كلام حلو. طب ربنا عرض الأمانة على السماء والأرض. الأمانة الشيء اللي ما فيش فيه وثيقة دين إلا ذمة المؤتمن إن شاء أدى وإن شاء. أم قال لك أهدي الأمانة هي الاختيار. يعني تكفر تؤمن تكفر تطيع تعصي أنت حر. أنا هخلق في قوة الاختيار ومتروكة لك أنت تعمل في أنت. فلما عرض الأمانة على السماء والأرض والجبال أبين أن يحملنا. قالوا إحنا ما نمشي على نفسنا يمكن ما نقدرش نوفر فإبعدها عنا وإحنا راضين أن نكون مسخرين لما تريد. ليه؟ قال لك لأن فيه وقت تحمل للأمانة وفي وقت آخر أداء مطلوب الأمانة. جه يقول لي خد الألف جنيه وخدته أدي تحملت الأمانة. لما يجي يطلب له اسمه وقت الأداء. أنا ما أضمنش نفسي وقت الأداء. يمكن وقت التحمل متحمس يقول لك هي لما تيجي خده إنما ظروف تعب ابني خلينا فرتك الأمانة دي أو ذمتي تتغير. إذا أنا إن ملكت وقت الاحتمال ما أملكش وقت الأداء. فعلشان أخلص نفسي من الحكاية دي أقول له لا بلاش. زي ما تيجي تدي الواحد أمانة تقول له 1000 جنيه عشان عندي بنت هبقى أجوزها وأنا خايف أفرتكم وأبقى لما أقول له قال له طيب هو كذلك. هو في وقت الاحتمال ما هو يعني إنما ما يعرفش ظروفه هتيجي إيه. يمكن تجي له حاجة تخليه يصرفها يمكن ذمته تتغير. كويس أوي. السماء والأرض أبوا حملها لأنهم قدروا غير مش واثقين من وجود الذمة وقت الأداء وإن كانت موجودة وقت التحمل. قالوا لا إحنا عايزين نبقى مسخرين. ولا الإنسان من الرعاء اللي بيبقى يعني يختاروا فيه بين البدائل ودي حلوة وده مش. قالوا لا أنا أقبلها. قالوا إذا كان ظلوما ظلم نفسه لأن يقدر وقت الاحتمال ولم يقدر وقت الأداء وجهول ما عرفش إيه الحكاية. طيب لو كان ظلوما جهولا ظلوم جهول. طيب العرض ده عرض على السماء والأرض والجبال قال لك إيه وقالت لا إحنا عايزين نبقى مقهورين اللي أنت عايزه مشيه وخلاص ملناش دعوة. يبقى إيه؟ يبقى كل واحد في الكون من سماء وأرض وجبال مخير. لأن ما دام عرض وقال له لا يبقى مختار ولا مش مختار. بس هو مختار من كلمة واحدة وانتهينا. إنما ده بيختار كل مرة يبقى متردد في الاختيار وأشياء كثيرة يمسك نفسه في وقت ولا يمسكش نفسه في الوقت الإيه. يبقى هي أمانة الاختيار بين البدائل. السماء والأرض طلبت أن تكون مسخرة زي ما واحد يدينا أمانة أقول له ابعد عنيش لا 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 ابعد عنيش أبين أن يحمل هي ابعد عنيش دي بتاعت أبين أن يحمل لها لأنني بعرفش أعمل إيه خلي ابعد عنيش وخلاص. لكن الإنسان بقى قال إيه
إيه وأنا أبدها، لأن اللي عقل والعقل ده معقول عشان اختيار بين البدائل، وأنا هبقى ناصح في الاختيار بين ما أنتش عارف الهوى بقى ولا نعم. بما أوصاه الله بما أوصاه الله أوصى الإنسان إيه؟ بما أوصاه الله أوصى الإنسان في هذا الموضوع. شوف التوصية العامة العامة اللي هي في الدين، ووصينا بها إبراهيم، مش وصينا نوح. يبقى التوصية من الحق هو منهجه الذي يريد أن يسير خلقه عليه. وبعدين أنت بتاخد التوصية دي للشيء المهم في حياتك، توصي أولادك بأهم شيء بقى. نعم. يعني أمر مؤكد. يعني النبي جاب منهج طويل عريض القرآن والسنة، لكن لما جيت حاجة الوداع جاب شوية حاجات بسيطة قوي. وقال المرأة والإيه والخادم، جاب يعني الحاجات اللي إيه زي ما غير يوصي أولاده، وما يجيبش كل حاجة بقى، بيجيب أهم حاجة. فضيلة الشيخ، حرص الإسلام ولذلك كده شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. فالتوصية من الله عظة باتباع منهجه، لأنه هو ده المنهج المفيد لكم وأنتم خلقي، وأنا أحب لخلقي أنهم يكونوا كويسين، فعايز أدمن لهم حياة أخلد من هذه الحياة، وهذا منهج العمل الصالح. واطمئنوا أن أنا مش هستفيد من دي حاجة، الفايدة كلها راجعة.